النهارده نقول للمتابعين احنا موجودين فين؟ احنا موجودين بالعتبه، ايوه، شارع الشوازليه، مول القدس، مكتب مسائي. تمام، يعني دخلت مول القدس يا جماعه، من دخلت الشوازليه على طول هتلاقوا قدامكم زي ما انا مصوراها. النهارده عندنا لبس العيد، الاطفال بقى في الخروج وفي البيتي وفي بقى السواريه للي حابب يحضر اي مناسبه. النهارده يوم اطفال، هيبدا الاسعار عندنا بكام؟ ده من سنج بيتي يعتبر، وشغل سوري بقى، كله الشغل بتاعكم اللي احنا متعودين عليه يا جماعه، المصانع بتاعتهم. تمام، ده ينفع كمان خروج مش بيتي. حلو، بص البنطلون بتاعه شقار حلو قوي، عامل زي الشروال، جميل. ده عامل كام؟ هو ده 150. طب امسكوا كده بقى عشان يشوفوه معانا. ده ب 150، مقاساته من سنتين، من سنتين لخمس سنين. حلو، ب 150 يا جماعه، بالوان بقى. بصوا الشغل عامل ازاي على البنطلون، تحس ان هو مدي البرتقال شويه، ده قطن 100%. والتيشيرت قطن، حتى الشغل عليه مسامير، مش لازم. ايوه ده البيس يعني، بالزبط. مش لازم. حلوه قوي، ب 150 لحد خمس سنين، حاجه حلوه. في منه نقشتين، ايوه، نقشه القطه ودي نقشه، اللي هو التيشيرت بتاعه القطه، وفي البطه بقى ولا الوزه، حاجه زي كده. لا البطه لا وزه. حلو، 150 جنيه. المرحله الثانيه، ايوه، من 6 ل 16، من 6 ل 16 يعني محير. داخلين على المحير. حلو، البنطلون بتاعه كبير، بص ده 16 اكبر معايا. بص يا جماعه، ده بكام بقى؟ ده المرحله الثانيه. هدول متابعين قناه اكتسب، 175. 175، حلو قوي. بص يا جماعه، 175، بصوا الشغل عامل ازاي، بصوا، والخامه عامله ازاي، جميل جميل جميل، الخامه تحفه، الشغل بصوا قطن جميل جدا، وقطن وشغل تدريس وحاجه محترمه. حلو، 175 لحد مقاس 18 يا جماعه، محيرات 16، من 6 ل 16. من 6 ل 16 المرحله الاولى، قلنا من 2 ل 5، المرحله الثانيه من 6 ل 16. حلو قوي. عندنا ايه تاني بقى؟ نعلق الحاجات دي منزلينها على التليجرام برضو، صح؟ بس احنا بناخد بسعر الفيديو اكتر. ده قطن 100% من فوق لتحت كله. تمام، جميل جميل جميل، والشغل بقى والتحفه. عامل كام؟ 190 لمتابعين قناتك. 190، حلو. بصوا حتى الشريط يا جماعه، بصوا الشغل، والشريط محطوط فوق البنطلون. بالظبط، حلو. بصوا 190، من مقاساته كام؟ من 6 ل 16. من 6 ل 16 برضه محيرات. ايوه، حلو، وكل موديل بالوانه. وهناخد بالفيديو بقى، لان التليجرام هم مش منزلين، مش فاضيين ينزلوا حاجه للاسف، ما واقفين. ماشي، ايوه، ما انا عارفه. هتاخدوا بسعر الفيديو، هتاخدوا بالفيديو، واعملي سكرينه. وعندنا شحن محافظات، ايوه، هو عموما اهم حاجه الفيديو. ايوه طبعا، في شحن محافظات، ورقم التليفون قدامك على الشاشه لاي استفسار. يوم الاحد بس اجازه. نعلى على خروج بقى، ايوه، جينز. جينز، ايوه، حلو. عيد بقى، جميل، تحفه. عامل كام؟ من 6 ل 16، ايوه، 250. 250 من 6 ل 16، اي مقاس؟ من 6 ل 16 يا جماعه. وبصوا الشغل عامل ازاي، قطن 100%، ب 250. التيشيرت قطن والبنطلون جينز. بالظبط، حلو. نعلى بقى عليهم، على اتفضل، على جبردين. شغل بقى السوري، والشغل الحلو اللي هم بيفننوا فيه بصراحه، يعني هم خاماتهم بتبقى حلوه قوي. ده جبردين، بنطلون جبردين، ماشي، ده جبردين، جميل جميل جميل، برضه من 6 ل 16، لان انا حاسه ان المقاس اللي معايا كبير فعلا. ده عامل كام؟ هذا اللي بايدك مقاس 14. هذا 275 لمتابعين قناتك. 275، أيوة، حلو قوي. وفي مقاس الاكبر من ده، يعني ده مش اكبر مقاس، أيوة، في مقاس اكبر، وطبعا حوالي اربع مقاسات اصغر. بالزبط، جميل، حلو جدا يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده الشغل حلو، ما تنسوش اللايك. والنهارده بنجيب لكم حاجه مختلفه، حاجه سوري للناس اللي بتحب الشغل العالي بقى، يعني الشغل الفني كده، اللي انت تلبسي ابنك قطعه مش موجوده عند حد. هذا موديل بيبي، مختلفه. والجنس حلو قوي، الجنس اللي هو المعالج ده حلو، مدي على قطن كده. تمام،
عامل كام بقى ده؟ اهو ده جملته 325 325 بصوا الثلاث قطع ده يا جماعه ب 325 مقاساته بقى بصوا الشغل من 2 ل 5 من 2 ل 5 بالظبط حلو من 2 ل 5 بعد ما احنا بقى على موديلات ثانيه بس ندخل باولادي بقى ماشي تمام احنا موديل اولادي ها ايوه عندكم بقى اولادي بناتي هتيجوا بقى تشوفوا محيرات من اول مرحله من 1 2 ده جبردين تيشيرت قطن وبنطلون جبردين قطن 100% اه جميل هذا ربيعي بالنسبه للعيد اللي جاي ربيع اه ولا آه شويه ساقعه تمام جميل جدا عامل كام بقى الطقم الاولادي ده ب 300 طقم الولادي ده مقاساته من كام لكام هذا جبت هذا من 6 ل 16 برده 6 ل 16 وجماعه ب 300 سعر الجمله هو هيديك القطعه بسعر الجمله بالظبط تمام حلو قوي عندنا كمان بقى موديلات بناتي اولادي هتطلع لنا دلوقتي موديل ايه اولادي تمام بصوا يا جماعه هنا يعني الاشكال هتبقى مختلفه جدا لانها يعني دي لوكسيات وحاجات عاليه وحاجات جميله ومختلفه بصوا ده برده من 6 ل 16 صح بنطلون جبردين وقميص جبردين تمام القميص جبردين والبنطلون جبردين جميل بصوا هو الجبردين اعلى الخامات اللي بتبقى بصوا كمان وفيه شغل كده من ورا ده عامل كام عزومته 325 325 تمام 325 بنطلون جينز ايوه بناتي تيشيرت كتان تركي مطرز حلو قوي اه مطرز من هنا كتان تركي مطرز ده عامل كام؟ جملته 350 350 مقاساته؟ مقاساته من 6 ل 16 من 6 برضه ل 16 مقاس 6 اللي معاك ده تقريبا ايوه ده اصغر مقاس ده اصغر مقاس يا جماعه يعني طلعت لكم كده اه ماشي اكبر من خمس مقاسات حلوه قوي وخامته تحفه تمام سوليفيتا بس كتان مطرز كمان اه كتان مطرز هيجي منها كمان من 6 ل 16 من 6 ل 16 حلوه قوي تمام جميله دي عامله كام؟ هي جملتها 350 350 ده مقاس كام؟ ده مقاس 14 في 14 في الاكبر منه اكبر واربع مقاسات اصغر واربع مقاسات اصغر حلوه قوي هذا ترينج ينفع درس اه ينفع خروجه كده ينفع ليله العيد بالظبط ينفع ليله العيد هذا قطن داخله جينز اه قطني على جينز حلو قوي جميل ده عامل كام؟ هذا ب 300 300 ب 300 يا جماعه من 6 ل 16 برضه المقاسات من 6 كل اغلبيته المحيرات حلوه قوي بصراحه مميزه وفي حاجات تقومه دلوقتي هنشوفها الخروج والفساتين بتاعت الاطفال وحاجات كده جميله حتى المقاسات وافيه المقاسات حلوه تمام وموديلات مختلفة وانا يعني معدية كده حاجة شكلها جميل بصراحة اولادي تمام اه اتفرجوا لنا كده في الكاميرا الله اربع قطع اربع قطع حلو قوي موضوع الشال ده انتوا منزلين اغلبية الشغل بشيلان جديدة بسكارف حلو قوي ده لوحده كده جاكيت كات حلو والقميص كتان على قميص جينز على بنطلون جينز على الحزام بالزبط. يعني كام؟ الطقم كامل متكامل بالزبط. عامل كام الطقم الجميل ده؟ هذا اللي متابعين قناتنا 325 300 625 625 ومقاساته مقاساته من سنه ونص تقريبا لست سنين او خمس سنين اه يعني من سنة ماشي من سنه سنه ونص سنتين لخمس سنين بالزبط. حلو وبصوا الطقم حلو قوي يا جماعه ومختلف وجميل من الحاجات بقى اللي احنا بنشوفها في وسط البلد بالتفاصيل الجميله دي اتفضل ايوه مش بنطلون شورت نفس الشكل بس شورت كمان بسكارف وحزام شورت جبردين اه نفس الخامه الجميله دي الجبردين المستورد حلو هذا اقل منه بيبقى ب 570 ده ب 570 بالظبط حلو بالسكارف بتاعه كامل تمام كامل فعلا مقاساته كمان من سنه ونص انا خمس سنين اه يعني خمس قطع يا جماعه بالحزام والشورت السديري والقميص السكارف لا مظبطين الدنيا بتاخد القميص كده بتاخد الطقم كله كده مش محتاج حاجه هذا كتان مطرز الله قميص عبايه بسموه اه قميص عبايه عامل زي بتاع الشباب بالظبط جميل كل بالبنطلون اه كله كله شغل مستورد بصوا القطن عامل ازاي شغل تحفه لا قطن والخامه ملهاش حل الحزام تفاصيله تحفه الحاجات بقى الناس اللي هي بتحب تلبس ولادها قطعه مميزه عامل كام؟ على متابعين قناتنا 525 525 عندنا شحن جميع المحافظات مقاساته بقى مقاساته ايوه من 6 تقريبا ل 10 من 6 ل 10 اللي جنبه بقى شبهه
من 6 ل 10 يا جماعه. كمل كلامك وانت بت اه ده برده من 6 ل 10 وتحفه مقاساته كمان على الجيم. ده بيرجع ب 550 ب 550 بالظبط. اللي جنبه برده شبيه ليه كمان 550 ب 550 برده مقاساتهم مقاساته من 6 ل 10 10 سنين. احنا مقاسات لاولادي بنعملها مثلا هو حسب جسم الولد بيفرق معانا صح صح. احنا بقى يعني بندي رينج كده رينج متوسط. بصوا اللي جنبه برده شيك قوي ده 525 525 هذا اللي محير منه وهذا اللي وسط. تمام يعني هذا من 4 ل 6 هذا من 6 ل 10 حلو تمام ماشي. عندك هون هذا هذا جملته 650 650 في في شنطه تقريبا ايوه سكارف وشنطه وقميص عباية ايوه وبنطلون. هذا سعره عالي شويه لانه بنطلون جبردين. عرفتي الجبردين جبردين القطن المستورد بيغلي من سعر القطعه. بس عامل ازاي سكارف بقى بال بالشنطه ده انتوا مش سايبين حاجه بالظبط مش سايبين لا لا خلاص. مقاساته من كام لكام؟ مقاساته ده من 2 ل 5 كمان من 2 ل 5 واللي جنبه هلا هذا جنبه بيرجع عليك ب 570 تقريبا. ده المقاسات الاكبر هو نفس المقاسات يعتبر يعني تمام. هلا هذا من 3 ل 7 هذا تقريبا كمان نفس المقاسات من 4 ل 8 حلو. هو حسب اسم الولد مثل ما قلت تمام ايوه. اللي جنبه بقى اللي جنبه هذا كتان مطرز هذا ب 550 مش بالشنطه بتاعته 550 ايوه. قميص عبايه كمان نفس ما قلنا ايوه والسكارف والسكارف والبنطلون والحزام والشنطه بنطلون عالي جدا بيك. هلا عندنا هون هذا دخلنا شغله جديده هذا خمس قطع خمس قطع شنطة ايوه سكارف تمام قميص كتان تركي ايوه على تيشيرت قطن 100% ايوه والتيشيرت نص كم يعني يتلبس لوحده كمان بالزبط. والبنطلون من ورا البنطلون جبردين والحزام بتاعه كمان يعني انت بتتكلم في ست قطع عامل كام بقى بالاكسسوارات وكله؟ هذا قلته عليكي 650 ب 650 مقاساته؟ مقاساته هذا بيبدا معانا من مقاس 6 لمقاس 11 ماشي حسب الولد من 6 سنين لمقاس 11 حلو تمام جميل جدا. اللي جنبه بقى يعني الحاجه بص شكلها حلو قوي وموضوع السكارف ده حل الدنيا خالص. الحزام عجبني قوي القميص اللي هو العبايه ده برضو تحفه ملوش حل. عامل كام؟ هو قالب كله باللبس حلو 550 على جنب 550 بالظبط بالحزام بتاعه وبالشنطه بالدنيا ايوه. بس هذا جاكيت جينز يعني ما دخل كنا عفوا يعني قميص جينز قميص جينز تقيل تقيل مع مع التيشيرت بتاعه نص كم قطن حلو قوي جميل بنطلون ايوه وانا عاجبني الحزام خامه الحزام تحفه يا جماعه يعني اصغر تفصيله الخامه تحفه. عامل كام؟ 650 بس 650 ومقاساته؟ مقاساته كمان من 6 ل 12 حتى مقاسات كبيره لا بص حتى المقاس اللي وراه ده كبير ايوه هذا في منه مقاس 12 بتحسب الولد مثل ما اتفقنا ده 10 سنين ايوه عندنا كمان هون هذا لسه هنجيب بقى الفساتين كمان وحلقه الفساتين كمان عندنا هاي خمس قطع مثل ما اتفقنا بالحزام ستة يعني كمان. تمام جميل جدا ست قطع يا جماعه هذا كان قميص جينز هذا قميص جبردين قميص جبردين ايوه ماشي حلو. ومقاساته برضه لحد 12 ايوه مقاساته لحد 12 ست قطع الشنطه مع التيشيرت مع السكارف مع القميص مع البنطلون ست قطع حاجه محترمه. نرجع لهون كمان هذا ب 550 ب 550 كمان اربع قطع مثل ما قلنا بنطلون بيكا اربع قطع تمام والبنطلون بيكا تمام 650 الخمس قطع حلو 550 يا جماعه اللي بعديه 650 ده ب 550 ايوه اللي بعديه ب 650 الجيم 650 كمان ده برده ب 650 نشوف بقى الفساتين الجميلة بتاعت البنات. نيجي على الفساتين هون ايوه هذا اعلى فستان عنا يعتبر اعلى فستان احنا نبدا بالاعلى فستان ماشي مفيش مشكلة اللي انت عاوزه. بص الفستان وعليه بلطو بلطو جبردين بص عامل ازاي مبطن من جوه ايه الدلع ده؟ ده دلع قوي جميل ده عامل كام؟ هذا اعلى فستانين دول يعتبروا اعلى موديلين عندنا دول ب 800 ب 800 بصوا يا جماعه الخامه عامله ازاي الفستان فستان بالجبونه بتاعته بدميته يعني ده لوحده وده بلطو حتى الفستان كتان قطن يعتبر عالي يعني وده بلطو لوحده كده شيك قوي البلطو عاجبني قوي البلطو اللي مع نفسه ده حلو قوي
باشكال كتير والمقاسات من كام لكام؟ مقاساته من 6 ل 9 سنين. من 6 ل 9 تمام. نشوف بقى اللي بعدين. ايوه ده قطعه فين؟ لهذا بنرجع قلنا هدول عندنا ثلاث موديلات نفس التصميم يعتبر وبيفرق معاكي بس شويه تاتشات كده. هلا عندك هذا ب 775 775 وهذا كذلك وهذا كذلك. في شنطه بالشنطه بتاعته حلو. بنيجي لهون ايوه 650 ده ب 650 يا جماعه. أيوة. برضو بالشنطه بتاعته. ايوه بصوا نزل لي حاجه اي قطعه من القطع دي لان البنات طبعا لبسهم تحف تحف بجد. بصوا الجمال والشياكه. لا يعني بصوا الله يا جمال الفستان ده. نحس ان احنا بصوا يا جماعه بصوا افرجهم كده بقى في الكاميرا. بصوا الشنطه عامله ازاي بتفاصيلها والفستان جوبير من تحت. بصوا الفستان عامل ازاي. احنا قلنا بقى الفستان عامل كام؟ هو 775 775. انا حاسه ان هو ده قريب لمناسبات حلوه قوي يعني عيد برضو حلوه قوي. جميل. اللي جنبه نفس الكلام ونفس التصميم. جميل. يفرق معانا مثلا تمام. هل هذا كبير مقرض مثلا؟ هذا كبير ثابت. انت نزلت لي الفرشه بقى في الابيض ده فرجهولي. برضو بصوا الشنطه ده كبير مقرض. ده كبير يا جماعه. والشبونه بصوا كام طبقه من جوه. لا يجي 4 طبقات من تحت وحاجه. بصوا عامله ازاي. ده برضو نفس السعر 600 وكام؟ 775. حلو. نرجع بقى في موديل اقل منهم. ماشي احنا بدانا بالعالي. بالعالي راح ننزل شوي شوي. ما فيش مشكله. لا ما تقلقوش في حاجات هيلبسوا بحاجات اقل بس هو يعني بدا بالحاجه العاليه. جميل. ده قطعتين برضو عامل كام؟ 650. 650 بالشنطه بتاعتك. بالظبط. انتوا حلاوه الحاجه اللي التفاصيل معاكم. مش هنغلب كل حاجه موجوده. مش هنغلب اولادنا يا جماعه. بصوا شيك قوي الشنطه. عجباني قوي الشنطه. يعني الشنطه متعوب عليها. يعني فرقه بجد في الطقم. عندنا اللي جنبه ده شكله شيك وانيق جدا. والجاكيت بتاعه اللي ملوش حل. طول مطرز. وطول المطرز مع الشنطه الغريبه مع الجاكيت نفس شكل الشنطه. لا التفاصيل حلوه. عامل كام بقى ده الحلو ده؟ ده اقل حاجه فيهم 625. 625 مقاساته؟ مقاساته من 6 ل 9 كمان. من 6 ل 9 حلو. 7 8 9 ماشي. من 6 ل 9 يا جماعه. احنا هيك خلصنا المقاسات بتاعت المحيرات اللي هي أيوة. من 6 ل 9. نيجي على حته البيبي. تمام. اللي هو الاصغر بقى البيبيهات. هذا مقاساته من سنه ونص لخمس سنين. من سنه ونص لخمس. ايه ده الجمال ده؟ بصوا من سنه ونص لخمس سنين. ايه الشيكه دي؟ شيك قوي. بصوا التفاصيل حلوه قوي كله شغل كبير. الدانتيل الجميل. الجاكيت لوحده كبير. شغل. بصوا عامل ازاي؟ مع البطانه مع تفاصيله. عامله كام بقى ده؟ هذا 625. 625 ده 625 يا جماعه. مقاساته؟ مقاساته من سنه ونص لخمس سنين او 4 سنين حسب البنت كمان. من سنه ونص لاربع خمس سنين. بالظبط. كمان في عندنا جاكيت جينز منه. ايوه. بدل الجاكيت الجوبير ده جاكيت جينز. الجينز شكله شيك صدق. والشنطه تحفه. مختلف جميل. ده عامل كام؟ 625 برضه. 625 يا جماعه. شيك قوي شيك قوي. احنا دخلنا في مرحله الشياكه بقى. الشياكه والاناقه. برضو كبير وبقى السواريه والتوكه. ايوه يعني حلو قوي. ده عامل كام؟ برضو 625. 625 نص لحد 4 5 سنين. كل المرحله دي زي بعضيها. جميل. ايه ده الورده الطايره والشغل العالي والشنطه الجبردين. وايه ده حلو. عامل كام؟ ده 575. 575 جميل. الموديلات كلها يعني وبرده مع نفس دي بقى مقاساتها من سنه ونص لخمس سنين. من سنه ونص برده لخمس سنين. جميل. انت بقى هنكمل بقيه الشغل. عامل كام؟ هيقطم بيبي. تمام. بيبيهات. ده 275. 275 بصوا الشورت. عامل كام بقى اللي معانا الجميل ده؟ بصوا بالشورت بتاعه بالتدريج. الله حلو قوي. عامل كام؟ هات جملته علينا 300. 300 بالظبط. حلو. مقاساته من كام لكام؟ مقاساته من سنة ونص يعتبر لحتى 5 سنين 4 سنين. احنا جبنا 4 5 سنين. اسعار الاطفال صغيرين يعني. وهذا كمان ب 300. طب نطلعه كده. ده شورت جبردين بالظبط صح؟
شورت جبردين ب 300 والحزام ورد كده وجميل ما شاء الله. ما في منهم الوان الشغل، شوفي الاصفر منه كشميري بالضبط. تمام. كمان هذا في منه الوان، شوفي اللون. كل طقم بالوان بالضبط. تمام. نيجي على هاي كمان بتلاقيها سلوبيتا ب 300 سلوبيت. هلا هاي باراشوت يعتبر خفيفة على الجسم. اه كتان كده وجميلة. بالضبط. جميل. عندنا الجينز هذا كمان. ايوه. جينز. كمان ب 300. اه مع الجبردين بقى الشورت بتاعه حلو قوي. 300 بالضبط. ماشي. كمان عندنا هذا ب 300. اه ده بقى الشورت جينز برضه 300. جميل. كمان في الوان يعني طبعا احنا أيوة. كلها انا موجوده الالوان من كلهم، في منه كل موديل في منه اربع الوان. اه جميل. تمام. هلا كمان عندنا هذا الابيض شيك قوي، ده برضه قوي، ده المقاس الصغير منه يا جماعه. حلو. عامل كام؟ 300 برضه. ده برضه 300 بمقاساته بالوان. هلا بنحلى منه درجه بس. اتفضل. هلا هدول عندنا 350. ده ب 350. هذا شورت جبردين. ده شورت جبردين الثاني. اه حلو قوي. ده ب 350 بالظبط. تمام. كمان هذا 350، هذا فستان صغير وعليه كبير. بصوا بصوا ده يعني ده لوحده فستان وعليه الشورت بتاعه. جميل. 350 برضو بالظبط. تمام. ده برضو 350. عندنا هذا كمان ب 350 وده برضو شغل حلو قوي، شغل بقى وسط البلد الجميل ده ب 350 برضو. بس انتوا هتروحوا تلاقوا بقى الشغل عامل ازاي، تكتان بتاعه تحفه. ما بيعذب البنت الصغيره باللبس، مفيش حر، فاهماني؟ تمام. وغير كده كمان الاسعار بيبقى في وسط البلد اغلى من كده بكتير. لا هي دبل ولا دبلين اكتر من الدبل. اما انت هنا في مصانع. ايوه انتوا المكاتب اول ايد بالظبط. القطعه بسعر الخمس. اتفضل. هلا هون عندنا هذا طقم جيبه مقاساته من سنتين لخمس سنين. من سنتين لخمسه. تعمل ازاي؟ حلو قوي الجاكيت الجينز بتاعه جميل. عامل كام الطقم ده؟ 600. 600 ثلاث قطع ب 600 يا جماعه. دي الحاجات الناس بقى اللي بتحب الحاجات العاليه كده وتلبس اولادها، حاجات اللوكسيات الجامده يعني. الله على الشياكه. جيبها يا جماعه. بص عامل ازاي؟ يا نهار ابيض. ده جاكيت كبير. اه والجاكيت كبير. تيشيرت قطن. لا التفاصيل حلوه. عامل كام؟ ده ب 500. ب 500 مقاساته برضه لحد اربع خمس سنين. بالظبط. حلو. منه اشكال تانية. ايوه ده شكل تاني بقى مع الشنطه برضو ثلاث قطع. لا اربع قطع بالشنط ده غير الحزام يعني. القطع بتاعته كتير كده. عامل كام؟ ده 600. 600 حاجه تحفه. وكل المرحله دي يا جماعه من اول سنه سنه ونص لحد اربع خمس سنين حسب برضو الجسم للاطفال. لا عندنا كمان هذا الموديل. ايوه هذا اعلى واحد فيهم. ده تحس ان الفستان الجيبه سواريه شويه صح؟ جيبه منفوشه. منفوشه وسواريه. تنفع في اي حاجه سواريه عيد. عيد وسواريه وكده يعني. بصوا عامله ازاي؟ بصوا الشغلانه بتاعته تحفه. جاكيت جبردين. جميل جميل جميل. ده عامل كام؟ ده ب 650. 650 ده ب 650 يا جماعه. جميل. هلا عندنا بقى الخروج المرحله بقى الاعلى شويه المقاسات الاكبر المحيرات. ايوه المقاسات الاكبر من 6 ل 12. ايوه من 6 ل 12 الجزئيه دي. واي قطعه فيهم ب 425 بس. 425 بالزبط. نطلع بقى يعني كده الموديلات 400 يا جماعه. ده سن المحيرات حلو ب 400 اي قطعه. 425. 425 بالظبط. معلش. لا ماشي 425. بصوا اي طقم من الطقمه دي ب 425. حلو. دي محيرات لحد 12 سنه 14 حسب الجسم بالظبط. وكل شكل بالوانه يعني الجينز ده والبلوزه بالوانها. طبعا في منه الوان، كل موديل في منه الوان. جميل بالالوان والمقاسات بالظبط. ودي البلوزه بتاعتها جبردين وشيك قوي. والبنطلون عاجبني، البنطلون مطرقع وعاجبني بصراحه. جميل جدا ما شاء الله. في منه الوان. شغل جميل جدا. تلقي نظره كده على الالوان من كل ده اللون. ده الوانه زهر الفوشيا الاخضر ده الوانه احلى من بعض. الوان من كل بصراحة. يعني الالوان احلى من بعض. والاصفر تحفه. التوبي في البيج. والابيض الليموني حلو قوي. جميل جميل بصراحه. الالوان احلى من بعضين. عندنا ده برضو الاصفر لون الاكوا. تمام. البامبا والابيض. جميل لونه كلها هادي. تحس ان هي كلها الالوان اللي هي المستورده دي اللي هي تركي شويه. عندنا هذا السيمون.
ده لون الصمام ازرق الزهري. تمام الله. والاقوى جميل جميل يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. وفي عندهم سواريه، والسواريه بيبدا من كام بس كده فكره بسيطه. السواريه ممكن يبدا معاكي من 250 من 250 السواريهات والمحيرات في اشكالنا ان شاء الله كتير. ايوه عشان العيد كل سنه وانتم طيبين. والبدل برده بتاعت الجنادي. ايوه بدل عندهم بدل خمس قطع. اه خمس قطع تمام. انا بس بديكم فكره عشان اللي يجي برده عاوز يجيب حاجه عندهم عندكم مناسبه ولا حاجه او تشحني عندك رقم التليفون برضه هو هيتابعك. تمام. سديري قميص جاكيت وبنطلون وبفيون. اه عامل كام بقى ده؟ على هي جملتها 375 375 دي خمس قطع. خمس قطع جميعا جميله. وزي ما انتم شايفين كده احنا فرجنا لكم المكان، واللي يجي اهلا وسهلا. وكمان عندنا شوف من جميع المحافظات وكل اتفرجني على حاجه ونقفل ماشي. نسينا البليزرات؟ لا لا مش هننسى حاجه، ما نقدرش ننسى البليزر. تمام. ايوه الوان البليزرات مقاساتهم من سنتين لعشر. من سنتين لعشر سنين. عامل كام البليزر؟ جملتهم 300 300. اي بليزر بالقميص ببيون 300 صح؟ ده كتان تركي. اه كتان تركي. لا وانتوا بتعاملوا الاطفال اكنها بدل كبار بالظبط. اه يعني انا بحب اصلا الفساتين والبدل، تحس ان انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. متشكره جدا وكل سنه وانت طيب. واي استفسار يا جماعه عندكم رقم التليفون. السلام عليكم. السلام عليكم.